الرياضيات المختلفة. مشاهدينا ننتقل من المدينة الجامعية وهذه الجولة السياحية نتكلم عن نوع من أنواع البذور، خصوصا في الآونة الأخيرة انتشرت أنواع مختلفة من البذور وصاروا الناس يتداولونها. من ضمن هذه البذور بذور التشيا وبذور الكتان اللي بتعرف عليها اليوم، تعتبر مصدر غني بالألياف والأحماض الأمينية الهامة للجسم، لذلك عبير النقبي بتاخذنا في هذا التقرير وبتعرفنا أكثر على استخدامات بذور الكتان. بذور الكتان هي بذور صغيرة الحجم، لونها يقترب من اللون البني أو الذهبي المحمص، تشبه بذور السمسم في شكلها وحجمها، لكن فوائدها الغذائية تفوقها بكثير. تعتبر بذور الكتان من أهم البذور اللي موجودة عندنا في عالمنا العربي، معروفة بشكل كتير كبير، لها فوائد صحية عالية جدا لأنها تدخل في الكثير من المستحضرات الطبية والتجميلية. طبعا اهميتها بتكمن في انها يعني مهمه كثير بس للصحه، زي ما احنا ذكرنا باشياء كثيره، منها اول شيء تحتوي على كميه عاليه من الالياف، فبالتالي بتساعد على التقليل من مشاكل امساك او الام البطن. تحتوي بذور الكتان على الاوميجا 3 اللي بتساعد كمان وبتحمي عضله القلب من مشاكل الكوليسترول والترايجلسرايد او الدهن الثلاثي وخلافه، فبتحافظ هي بتساعد لكن لا تعالج. لما نيجي نقول إن هي بتساعد على حماية عضلة القلب، لكن مش معنى إحنا ما ناخد أدوية الكوليسترول أو الدهن الثلاثي، لكن تناول بذور الكتان رح يحمي أو يساعد في العلاج. برضو بتساعد بذور الكتان كمان في الحل مشاكل اللي هو الهرمونات الأنثوية، بتعادلها وبتحسن من مستوياتها وبتقلل من مشاكل النسائية. أهميتها أيضا في أنها تعتبر من المواد اللي عالية الأكسدة، فبالتالي تحمي الجسم من عافانا الله من أمراض السرطانات المختلفة. تساعد بذور الكتان على تدفئة الجسم ومنحه الطاقة الضرورية للقيام بوظائفه، ويفيد في علاج وتطهير التهابات الجهاز التنفسي والهضمي. بذور الكتان زي ما قلت ممكن نستخدمها من ملعقة لملعقتين، ممكن نضيفها للشوربة، ممكن نحطها مع الطعام نفسه. في ناس بتحب تضيفها لأنواع السلطة المختلفة، ما بتأثر على طعم الأكل إذا انضافت عليه، بالعكس هي بتزيدها فائدة فقط. برضو كمان طريقة استعمالها بسيطة جدا وتواجدها سهل جدا، يعني مش راح تتغلب أو تتغلب إنك أنت تلاقيها في أي مكان. للاستفادة من بذور الكتان يجب الاحتفاظ عليها في مكان جاف بعيدا عن الضوء والحرارة لحمايتها من الأكسدة.